بدأ أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة مسيرة تستمر 4 أيام من جنوب إسرائيل وصولا إلى مدينة القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وانضم إلى المسيرة المحتجزون الذين أطلق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع حماس أواخر نوفمبر. وستنتهي المسيرة بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. דיברו בפיקוד העורף, במידה ויש אזעקה, כולם במקומות מסתרים. אם אתם לא בפתח של מיגונית, לא לרוץ.